بحلقة اليوم بيخلص الأسبوع الثالث من رمضان وبنبدأ بالعشر الأخير، وكل سنة وإنتوا سالمين. حلقتنا اليوم أساور ذهبية وحلوة، ولا يروح ذهن الصبايا لبعيد، عم نحكي عن المشبك، العجين المقلي بالزيت والمغطس بالقطر. في أبسط من هيك؟ المهم ما نترك المشبك بالنار ليسحب زيت ولا بالقطر ليشرب قطر ويحلى كتير، مشان ما ترتفع نسبة الدهون والسكر فيه زيادة. قرص مشبك بعد نهار الصيام الطويل بيعطينا حاجتنا من السكريات وبيضل خفيف نظيف ودبق شوي. حطوا المقلاية على النار بكير، لأنه كل ما كان المشبك أكتر كل ما كانت فايدته أكبر. رح ناخد هالمشبكات بعد الفطور وننزل على أقرب جنينة، ولكل ولد وصبية بهالجنينة في إسوارة، وشوفوا قدي رح تنشروا فرح بهالأساور الذهبية الحلوة، وشوفوا كيف الفرح بيعدي وبينتقل وبيكبر مع كل قرص مشبك. وهي هي فائدة المشبك الحقيقية، نقل الفرح إضافة لرفع نسبة السكر بالدم. بس سوريالي سوريالك سوريالنا كلنا سوريالي سوريالك انتو اللي قادرين تغيروا انتو ولاد البلد. بهي الحلقة من رمضان الماضي نزلنا بعد الفطور وتمشينا على كورنيش اللادقية. رمضان باللادقية شكل تاني، والصيف باللادقية كمان شكل تاني. من ساحة الشيخ ظاهر وشارع القوتلي وحارات الصليبة حلقتنا رمضان كريم بالصليبة هلأ بفتوش على راديو سوريالي معي أنا مايا. صح ليه